سبت تاني، ما كنت ماشي زي القرد مع السوداني. ما كنا توبنا، والله توبنا من العك، توبنا وقلنا خلاص هنخس في ثواني. أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح جديد، صباح سعيد، صباح الأمل والتفاؤل اللي بتجددوا جوانا كل يوم مع إشراقة شمس يوم جديدة وصباح جديد، صباح سعيد. أهلا بيكم على قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس، وعلى صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، يعني بيضايق ناس كتير قوي، وناس كتير يمكن بتسيب الدايت بسبب إحباطاتها من الميزان. الميزان اللي أنا بشبهه بالشخص الأعمى أو بالشيء الأعمى، ما بيفهمش، ما يعرفش أي حاجة، ما يعرفش يفرق إيه اللي واقف فوقيه، ده مصطفى ولا حسين ولا مين، ده حتى ما بيفرقش ما بين الشخص البني آدم وما بين أي حاجة تانية. يعني لو حطيت عليه شكارة رز هو مش فاهم، هو جاب القراية مثلا، ده شكارة الرز وزنها 75 هيجيبها 75، وقف مصطفى هيجيبه مثلا 75. لكن أنا في شكارة الرز، لما تنقص شكارة الرز معنى كده إن اللي نقص فيها رز، يعني خست 10 يبقى خست 10 كيلو رز. لكن لو مصطفى وقف على الميزان وخس 5، لازم تسأل نفسك سؤال، هي الخمسة اللي خست دي إيه؟ هيقول لك الحمد لله انا نزلت على الميزان. طب ايه يعني نزلت ايه على الميزان؟ ايه الخمسة دول؟ ايه ده، هو في خمسة؟ يعني ايه خمسة؟ يعني مش فاهم، يعني ما خسيت وخلاص؟ لا، لازم تعرف حاجة مهمة جدا، ان الجسم عبارة عن عناصر. الجسم ده زي العربية كده، تلاقي العربية لو بصيت لها من بعيد هتلاقيها عبارة عن بلاستيك، يعني مكونات العربية بلاستيك، على شوية تنجيد اللي هو في الفرش ده اللي هو القماش، على وفايبر مثلا او مش عارف ايه، هتلاقي العربيه عباره عن كاوتش، يعني الماتيريال بتاعتها الكاوتش، هتلاقي الحديد والالومنيوم وغيرها من حاجات كتير جدا. هتلاقي العربيه بتتكون من مواد كتير جدا. الجسم كده برضو، عظام وميه وعضلات وكمان دهون، تقريبا 4 عناصر يتكون منهم الجسم، او 4 عناصر رئيسيه يتكون منهم الجسم. إذا لما تيجي تقف على الميزان وتلاقي الميزان ثابت، يجيلك إحباط وقلبك يوجعك. طب إيه السبب؟ إيه اللي أنا عملته غلط؟ يبتدي يعني يتخلل الإحباط جواك وتترك الدايت خالص وتوكل على الله. لو أنت شاطر ولو أنت فاهم كويس إن الميزان ده أعمى، عمرك ما هتسيب الدايت أبدا. طالما ما عندكش مشاكل صحية وطالما خسيت عادي خالص وبتاع دوت، وإن دي فترات ثبات كده، هل فترات الثبات دي عدت على الناس اللي خست ب 90 كيلو؟ ايوه. هل عدت على حضرتك بشكل شخصي، يعني انت كمصطفى كده عدت عليك؟ ايوه، عدى عليا فترات ثبات كتير جدا في الوزن. طب ما كنتش بتيأس؟ ما كنتش؟ انا شايف عيني، عيني مش بكذبها، اكذب عيني ازاي؟ اكذب المقاس اللي بيتغير ازاي؟ طب ايه السبب يعني؟ طبعا احنا شرحنا السبب ده كتير جدا، ولكن هنشرحه لك تاني النهارده. بص يا سيدي، وزن العظام ثابت، اركنه في جنب، يعني العظام ده الشاسيه بتاعك من الاخر، يعني اللي هو العظم اللي انت بتمسكه ده اللي هو بيبقى متحمل عليه اللحم والميه والدهون، ثابت، العظام ثابته، تمام؟ انت عندك بقى ايه؟ عندك العضلات زي دي العضله مثلا، ماشي، زي البرتقاله دي، وعندك الدهون وعندك الميه. بص، شايف الاحجام دي؟ يمكن بس دي مبالغ فيها شوية. الأحجام دي العضلات مثلا، ده نص كيلو برتقال، وده نص كيلو مية، وده نص كيلو من اللي هو المخدة ده، تمام؟ العضلات حجمها أقل 3 مرات من الدهون، يعني الدهون حجمها أكتر 3 مرات من العضلات، وتقريبا متساوية شوية مع المية، تقريبا متساوية شوية مع المية. إذا إيه الفرق بين الأحجام دي؟ يعني إيه دول يعني؟ يعني حضرتك الكيلو الدهون كبير جدا بالنسبة لكيلو العضلات، يعني كيلو الدهون حجمه أكبر 3 مرات من العضلات. إيه ده؟ يعني ده السبب إن أنا لما باجي أخس في المقاس بحس إن أنا وزني على الميزان ثابت لكن المقاس بينزل. أيوه، هي دي الفكرة. انت الجسم بتاعك ضعيف،
وانت كنت ماشي على انظمه غلط. ايه ده يا عم، ده انا كنت باكل كتير، ده انت ما تعرفنيش، ده انا كنت حوت. طبعا الاكل الكتير بالنسبه له اللي هو بالحجم، لكن كتغذيه كان ماشي غلط. تلاقيه كان عمال ياكل مثلا كميه دهون مشبعه كبيره جدا، يحب المقليات والبرجر وغيره من الحاجات اللي هي بتزود نسبه الفات في الجسم. نسبه الدهون في الجسم عنده زياده، وبالتالي عنده مخدات زياده في جسمه، وبالتالي تلاقي جسمه مثلا يعني عند ال 150 حجمه كبير جدا لانه مليان دهون. مع كل كيلو بينقصه الشكل بيتغير تماما. انت تستغرب قوي، ايه ده، انا شكلي عمال يتغير، لان كيلو الدهون كبير عمال يقل عمال يفرقع. شفتوا الفيديو بتاع البلالين اللي كانت عماله فرقع فيه؟ هو بالظبط جسمك كده عمال يقل، من هنا شويه ومن هنا شويه ومن هنا شويه ومن هنا شويه وهكذا. وبالتالي الحجم بتاع الدهون الكبير نتيجه ان الكثافه بتاعته قليله، ده السبب ان انت ممكن تلاقي الميزان ثابت وفي نفس الوقت الحجم بتاعك بيتغير. الحجم تحس ان انت بتصغر، تحس ان الجسم كأن بالظبط يعني ايه، هو نفس الشخص بس انكمش كش، زي ما تجيب تيشيرت كده اكس لارج وتحطه في الغساله يطلع لك مثلا ايه سمول بقد كده. انت بالظبط كده، ابعادك يعني عنده دراعات وعنده بطن وكل حاجه، بس كل حاجه انكمشت. هو ده اللي بيحصل نتيجه فرق الكثافات اللي انا بقولك عليه، نتيجه ان انت عندك في الجسم اربع عناصر، ثلاثه غالبا هما اللي بيتغيروا، الميه والعضلات والدهون. طيب انا وزني ثابت برضو، اعمل ايه يعني؟ يعني انت عمال تحكي في ايه؟ طيب دلوقتي وزنك ثابت علشان خاطر حضرتك بتقيس على الميزان ده. طيب انا عايز اقيس، طب اقيس ازاي؟ اعرف ازاي؟ خليك في المقاس، خليك في المقاس، هات تيشيرت زي ده او المزوره اللي هي بتلفها حوالين وسطك دي، وابتدي خد المقاس، الدراع، الرقبه، تمام، الوسط بتاعك، الكرش يعني كده، تمام، الرجلين بتاعتك، هات الفخذ بتاعك كده وقيسه واكتب في ورقه وشوف. هتلاقي ان المقاس كل اسبوع بيقل. معنى كده ان انا كل اسبوع بخس دهون؟ ايوه، وهو ده الهدف اللي انا عايز اوصلك ليه، ان انت لعبتك في انقاص الوزن هي الدهون مش الميزان. مش كل انقاص وزن صحيح، ولكن كل انقاص انقاص من الدهون هو اللي صحيح. علشان كده بتلاقي بعض الصور عندنا في الصفحه او كتير من الصور عندنا في الصفحه الميزان مش متوافق مع الشكل، تلاقي وزن واحد وزنه 90 كيلو وشكله رفيع، ده ازاي ده؟ علشان الجسم والنظام لعب على الدهون اللي هي كثافتها بتبقى قليله في حجمها كبير. حجمها كبير بالنسبه للوزن بتاعها. وابتدى ان هو يبني لك العضله اللي هي تخلي عندك لياقه. طب ايه يعني؟ انا بقى ايش ضمني ان العضله زادت عندي؟ تلاقي عندك لياقه، بقيت تعرف تتحرك كتير، ما بقتش تتعب زي الاول. طيب انا عايز حاجه، انا راجل اقدر ان انا يعني عندي امكانيات واقدر ان انا اعرف في البتاع. في حاجه اسمها الان بودي، او الان بودي ده نوع من انواع الاجهزه اللي بتستخدم في تحليل عناصر الجسم من خلال قطبين كده، 8 اقطاب بيمروا خلال الجسم كده باشعه يعني، او حاجه يعني كهربيه او كده، مش عارف الكونسبت قوي بتاعها، ولكن الفكره كلها ان انت بتقف على الميزان، وطبعا بيبقى فيه شروط وحاجات من دي، وان شاء الله هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله في البوست بتاع خد بالك. طبعا الان بودي ده او الشهير يعني، او الماركه الشهيره الان بودي دي، بتلاقي ان انت بتقف على الميزان وبيلاقي الجسم يحللك عناصر الجسم، كتله الميه قد ايه، العضلات قد ايه، الدهون قد ايه، العظام قد ايه، ويجيب لك اللي مفروض ان انت تبقى النورمال بتاعك ايه، ايه الطبيعي بتاع كل عنصر من ده، مفروض ان هو تكوينه في الجسم قد ايه. ساعتها لو انت عملت الميزان ده وفي مكان كويس واتبعت الشروط، وان شاء الله هنزل الشروط بالفكره بتاعت الميزان النهارده ان شاء الله، لو اتبعتها كويس قوي وكل اسبوع او كل شهر عملت الميزان ده، هتعرف وتشوف بنفسك ان الميزان اللي عندك في البيت ده ولا ليه اي قيمه، هو عباره عن معيار بس، حاجه كده يعني بتسلينا وخلاص في الدايت، وان الميزان ده اعمى ملوش لازمه، لكن الميزان الحقيقي في الان بودي. طبعا الان بودي كان زمان كان يعني مش مطورينه وكان في مشاكل وكده، لكن حاليا اعتقد ان في بقى تطوير في التكنولوجيا ان هو يوصل لك للحجم الحقيقي. خلاصه الاول من الاخر، ان ثبات الميزان مش معناه ان انت ما بتخسش. ثبات الميزان
مش معناه ان انت فشلت، ولكن ثبات الميزان احيانا معناه ان الجسم بيعلن ان انت طالما ماشي صح على النظام ان هو بيطور وبيغير من نفسه وبيشيل عناصر ويحط عناصر. يعني المحصلة النهائية هتلاقي ان انت مثلا الجسم بتاعك كان مقسم 30 كيلو دهون، 20 كيلو مثلا عضلات، و10 كيلو عظام، و10 كيلو مية مثلا. يعني مثلا خلاص النسب دي طبعا مش مظبوطة، يعني انت الوزن بتاعك لو هو مثلا 60 منهم 30 دهون ومنهم 10 عضلات، هتلاقي ان الجسم ابتدى ينزل من الدهون شوية 10 كيلو دهون ويطلع بالعضلات. تلاقي الميزان ثابت لكن الشكل ثابت، لان الكثافات في الجسم اتغيرت، الكثافات في الجسم اتغيرت، الاحجام حطينا حاجة حجمها صغير وشلنا حاجة حجمها كبير، ولكنهم نفس الوزن، ولكنهم نفس الوزن. اذا انت بتتغير، اوعى تيأس. طالما ماشي صح على النظام، طالما متبع الارشادات صح، طالما خسيت مع بداية النظام بشكل كويس، اوعى تيأس. اوعى تفكر ان الناس كلها اللي خست دي خست كده من غير ثبات واوقات ثبات. هم كبروا دماغهم، هم شافوا بعينيهم التغيير. اتمنى تكون الرسالة وصلت، واتمنى ان ده يكون اخر مرة اشرح واحاول اقنعك ان انت تفكك من الميزان خالص. اتمنى لكم حياة سعيدة. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة لو انت بتشوفنا على اليوتيوب، وتكون طاقة ايجابية ان انت تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وكمان لو بتشوفنا على قناة على صفحة الفيسبوك ما تنساش تكتب كومنت انت فهمت الرسالة ولا لأ، وتعمل شير عشان يوصل لناس كتيرة قوي بتسيب الدايت بسبب الميزان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونلتقي على خير في رسالة الغد إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.